نور، أولى محطاتنا لليوم رح نبلش فيها مع الصحة، محطتنا الطبية رح نسلط فيها ضوء على الحروق يلي ممكن إنه الكتار منا يتعرض لها مع اختلاف مسبباتها ودرجاتها. أكيد سلمى، بصباحنا غير بتمنى السلامة للجميع، لكن بدنا نسلط الضوء طبيا على الحروق وأنواعها وطرق العلاج مع الدكتور غزوان حداد، الأخصائي بجراحة التجميلية والتصنيعية والحروق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نحكي شوي عن أنواع الحروق اللي ممكن ينصاب فيها أي شخص. الحروق بشكل عام هي تماس مادة ذو حرارة مرتفعة مع الجلد. الحرق بيتبع درجة حرارة المادة، كل ما كانت مرتفعة أكثر يكون حرق سماكة أكبر. فترة التماس كمان كل ما كانت أطول فهي عم تعطينا كمان حرق درجة أكبر، وسماكة الجلد ووجود يعني الواقيات، مثلا لابس ثياب بمي سخنة، كل هذا بيلعب دور بسماكة الحرق وبالدرجة اللي بتنتج عن هذا الحرق. وفي عندنا حروق الكيماوية والحروق المواد البترولية والاستنشاقية، يعني هدول نحن بيكونوا أقل من الحروق الشائعة. نحن طيب دكتور رح نفصل الحروق نوعا ما درجة درجة. في أنواع للحروق، يعني دائما يصاب الشخص بيقول له الدكتور يا أنت مصاب مثلا بحرق من الدرجة الثانية أو الثالثة. خلينا نفصل للمشاهدين أنواع الحروق وقديش فعليا بتكون نسبة علاجها كبيرة. يعني بيقولوا لنا مثلا أنه الحرق بالدرجة الأولى نسبة علاجه مثلا 50-60%، بالدرجة الثانية تختلف حتى نسبة الشفاء بدرجة الحرق. تماما. نحن يعني الأكثر شيء علامة مميزة لتصنيف الحروق هي وجود الفقاعة. وجود الفقاعة معناتها نحن فتنا بالدرجة الثانية. كمان شدة الألم، كل ما كان الألم أكبر معناتها الدرجة أخف. يعني حرق درجة ثالثة المريض بيجي ولا كأنه في شيء، المحيط حواليه يعني مذهول وخايف وهو ما في شيء لأنه الإحساس انعدم نهائيا. حرق درجة ثالثة يعد الأخطر؟ يعني طبعا هو الأخطر، هو اللي بده تبديل جلد واللي بده شغل كثير. الجلد هو عضو نبيل، يعني هو ما بيتجدد بالجسم، اي قطعه جلد بتروح ما بتتجدد. فعندنا الحرق يلي بيترك الطبقه القاعديه موجوده هو اللي بيترمم وما بيترك اثر وبيرجع طبيعي. وفي عندنا يعني مصدر ثاني للترميم هو جراب الشعره. اما اذا كان الحرق تحت مستوى الاجربه الشعريه فمعناتها نحن فتنا بدرجه اعمى وهي صار بدها تداخل جراحي، ما عاد فينا موضوع انه الشفاء الذاتي. انا بس بحب يعني احكي يعني معلومه توصل مين ما كان عم يشتغل بالحروق، مين ما اي حرق ما بيشفى خلال 3 أسابيع فهو جراحي، يجب تدبيره جراحيا عدم تركه. نستثني من هذا الموضوع 3 مناطق هي الوجه واليدين وظهر القدمين، هدول خلال 2 أسبوع لازم يكون في عنا تداخل جراحي عشان ما نفوت لا بالجدرات ولا بالانكماشات ولا بمشاكل العيوب التجميلية عند المرضى اللي محروقين. يعني كل ما طالت فترة العلاج وكان خلينا نقول بالعين المجردة عم بيبين مع المريض انه ما في شفاء، معناته هو صار بحاجة لجراحة. فترة الزمنية هي الفترة الزمنية بتلعب دور دائما. هو الحرق اذا كان ما وصلنا للطبقة العميقة فالجلد هو لحاله بس نأمن له طبقة يعني بيئة رطبة وشوي عقيمة فبيمشي الشفاء وبشكل ما في مشكلة. كثير ناس مثلا حرق درجة أولى 3-4 أيام تلاقي ولا كأنه في شيء، حروق الشمس بالبحر تشفى لحالها، يعني عرفتي بس شوية ترطيب شوية مراهم. بس هي اللي بحكيها دائما أنا، في ناس كثير بيشتغلوا بهذا المجال بيعملوا خلطات وبينبسط المريض بلاقي الحرق عم يطيب وعم يصغر وكذا وممتازة الأمور، بعدين بلش الجدرات بلش الانكماشات بلش. فنحن الفترة الذهبية تبع اللي كان فينا نتداخل فيها جراحيا ونمنع المشاكل راحت. متى ما فتنا بالجدرات وبالانكماشات صار عنا العلاج صعب جدا وما بيعطي ولا 50% من النتائج اللي كنا بناخذها لو تدخلنا بالوقت الصح. طيب دكتور، يعني نحن عم نحكي عن درجات للحروق، حكينا انه الدرجه الثالثه هي نوعا ما بدها تدخل جراحي. خلينا نحكي حتى الثانيه العميقه بدها تدخل ممكن جراحي. ممكن خلينا نحكي عن حطينا الفتره الزمنيه هي الاساس، الفتره الزمنيه يعني عشان ما حدا يعني يخربط يتوه بالتصنيفات. نحن الفترة الزمنية أي حرق ما طاب خلال 3 أسابيع برات الإيد وبرات الوجه برات ظهر القدم هذا بده تداخل جراحي. الدرجة الأولى فينا نقول هي درجة أولى بتطيب نوعا ما بتطيب لحالها مع 5 أيام لـ7 أيام من 5 أيام لـ7 أيام. طيب خلينا نحكي كمان العمر، يعني أحيانا بيقول إنه إذا الطفل
أصيب بحرق بس يكبر بيروح، يعني هي يمكن كمان خطأ شائع عند كثير من الأهالي إنه ابني لما كان صغير مسك الإبريق وانحرق، عمره سنتين ثلاثة، أنت بس تكبر بتروح، يعني بحطوا له مراهم وخلص القصة بتخلص هون. قديش فعلا هذا خطأ شائع بين الأهل؟ ما دخل كبير ولا صغير، في عندنا طبقة مولدة للجلد، انصابت ما انصابت، هي الأساس. لا دخل طفل، لا دخل كبير، ولا دخل إلا الطفل عنده إمكانية نمو، فممكن مثلا يتقلص الندبة، منطقة الانكماش، منطقة تضيع شوي، هذا بيتحسن. هي المقولة اللي شائعة بالموضوع. أنا بحب موضوع نحكي كيف منقارب مريض محروق. يعني نحن أهم شغلة صار عندنا موضوع الحرق، أول شيء نبعده عن عن مصدر اللي صار في الحرق، شلنا التماس. الشيء الثاني التبريد، كثير مهم التبريد. أول شيء التبريد، يعني إذا بحطه تحت حنفية الفيجة بيكون كثير منيح. الإماهة كثير ضرورية، يعني لنشبه الموضوع بطبخة معينة، بتلاقي أنت بتعدي بتقلبيها، اللي تحت فوق بتلاقي فوق ما استوى، اللي تحت استوى. فنحن الحرق في عندنا مركز، في عندنا دوائر عم تحيط بهالمركز. هدول الدوائر عندهم قابلية رجوع اللي بعيدة عن المركز. إذا أعطيتيها إماهة مضبوط ومشينا الدوران بشكل ممكن هي ترجع للوضع السليم. إذا تركت صارت شفاف، تركت الحرق يمتد، فبصير هي نحن انضمت لمنطقة الحرق. فالتبريد، الإماهة الجيدة، شو ما كان درجة الحرق بيلعب دور كبير بمقاربة الحرق. الشيء الثاني عندنا النسبة، النسبة لازم يعني يعرفوا الأهل أيمت لازم بعتوا على مشفى وأيمت لازم ممكن نحن نمشي بالبيت. في قاعدة مشان نحن ما نفوتهم بالتسعات، اللي هي كف الإيد. كف الإيد تعتبر عندنا احنا 1%، فبس يتجاوز عند الطفل 10% صار في عندنا تأثير على جهاز الدوراني عند الطفل، فلازم له أكيد إماهة، لازم له مشفى. عند الكبير فوق 20% كمان هذا لازم له إماهة بالمشفى. طبعا الدرجة الثالثة لو 5% بده أكيد بعت على المشفى، لأنه بده تنظير وبده خزع، وخاصة إذا كان حرق دائري بالأطراف، هدول بصير في تهديد للدوران والترويج. أكيد دكتور، يعني خلال فترة الحرب على بلدنا صرنا عم نشوف أكيد بسبب الاعتداءات الإرهابية اللي ممكن يتعرض لها كثير من المواطنين، قذائف الهاون وما إلى ذلك، أنواع من الحروق جديدة عم نشوفها. نسب العلاج والشفاء حاليا قد إيه عم بيتم خلال هي الحروق؟ هي أنواع جديدة على بلدنا أكيد. يعني هي الحروق هي عم تترافق مع ضياعات مادية أكثر ما عم تكون حروق صرفي. فعم يكون العلاج طبعا معقد ومركب لترميم الضياع المادي ومعالجة الحروق بنفس الوقت، وممكن حتى ترميم أطراف وترميم استعادة، فبيصير الموضوع يعني مركب أكثر. وطبعا هي يعني من أصعب الأزيات اللي عم نشوفها نحن بالوقت الحالي وللأسف. يعني طيب خلينا نعطي يمكن أمثلة للمشاهدين قديش نسبة الشفاء فعليا بتكون على هي الحروق، لأنه مثل ما قالت سلمى في كتير نسب هلأ عم نتعرض إلى، فقديش فعليا في نسبة للشفاء وطريقة العلاج تختلف نوعا ما فينا نقول؟ نحن ما بدنا يعني نفوت بتصنيفات العلاج، وهي العلاجات معروفة وعالميا معروفة. الأساس هو سماكة الحرق ونوع الحرق، يعني كيماوي مثلا مواد بتروليه فغالبا حرق درجه ثالثه. المساحه بتلعب دور، الموقع، في مفاصل ما في مفاصل، اصابات بالوش، يعني هي الاساس المساحه والتوضع هو بيلعب دور، والا هي العلاجات الاساسيه الاماهه والمراهم هي معروفه وموجوده بكل العالم وما في تغيير فيها. يعني كل شيء خلطات ما خلطات هذا كله يعني اجتهادات شخصيه، والا هو معروف. هي مشهوره الخلطات بالاعشاب نوعا ما كثير بمجتمعنا، فبتلاقي انه مثلا الشخص بيروح يمكن على الطريقه الاسهل لانه بيتمنى الشفاء بشكل كامل له. مشان هيك نحن حكينا انه وين ما بدك روح، شو ما بدك اعمل، ما ضروري مثلا بس هالفتره الزمنيه هي حطها ببالها، انه اذا شفت 3 أسابيع ما طاب الحرق ما تتركه، حتى لو بعدين شفته عم يصغر او عم يعني عم تشوف شفاء بعد شهر ونص شهرين، بس نحن فتنا بشيء اسمه تليف. يعني بصير الشفاء من محيط الحرق، البشرة المحيطة بالحرق هي اللي بتهجم وبتشفي الحرق، بس مشكلة بتمشي مع خلايا نحن بنسميها مصورات الليف، هي اللي بتمشي التليف وتبلش تعمل الجدرات وتعمل الانكماشات فنحن هدول قبل ما يبلشوا يتحركوا مصورات الليف
لازم اتدخل. اكيد دكتور. طيب خلينا نحكي عن الجديد بعالم الطب وخصوصا بما يخص موضوع الحروق وعلاجه. نحن يعني من عام تقريبا 98 2000 يعني تعتبر انه يعني مثل ثوره بالتجميل، لما بلشنا نستخدم الموسعات الجلديه. الموسعات الجلديه نحن منطقه محروقه، فينا نزرع هذا الموسع الجلدي تحت الجلد الطبيعي السليم المجاور للجلد المحروق، نبلش نكبره بحقن طبعا السوائل السيروم كل اسبوع مره خلال شهر ونص شهرين حسب مطاوعه الجلد لنا، فبيكبر عندنا الجلد بصير عندنا زياده نمو بالجلد. طبعا هذا الجلد طبيعي وكامل السماكه ونفس مواصفات الجلد المجاور، بس نكسب هالكميه وقتها بنشيل الندبه ومنشيل الحرق يلي نحن ما بدنا اياه وبنحط محله جلد طبيعي، بيضل عنا بس ندبه جرح مكان العمل الجراحي محل ما فتنا ومحل ما ضل نطلع. طيب دكتور بالختام نصائح يمكن اخيره اسعافيه للمشاهدين نقدم لهم اياها، لما شخص بالبيت يتعرض لحرق فورا بنقول لازم يعمل 1 2 3. نحن دائما اكثر شيء يعني بيألمنا من الاطفال. وكثير يعني رغم انه مثلا احنا مهنتنا صارت، بس بيضل عم يعني مؤلم كثير انه نشوف طفل واقع بطنجره الحليب ومي سخنه عم تغلي وكذا. فدائما الطفل باول سنين بس بلش يمشي يعني تكون العين عليه، بعدي عنه كل شيء ممكن يوصل له، الطفل بده يستكشف. هي اهم شيء هي الوقايه، الوقايه هي اهم شيء بموضوع الحروق. الشيء الثاني صار الحرق، التبريد والإماهة، واللي شيء حكينا انه مراقبة الشفاء، وايمت لازم نحن نراجع مركز اخصائي بالحروق ونعرف ايمت نتداخل جراحيا او فينا نكمل وين ما كان بيكون الحروق بدرجة معينة مقبولة. اكيد. دكتور غزوان حداد الاختصاصي بالجروح ايضا الحروق واختصاصي بجراحتها، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يكون هيك قدمنا شيء مفيد للأطفال. شكرا لك دكتور على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ومثل ما قلنا بالختام نتمنى السلامة للجميع. شكرا كثير لك. ان شاء الله طبعا نتمنى السلامة لكل. شكرا كثير. شكرا دكتور. انطلاقا من ربط